ونرحب جميعا باخوي سالم بن معدي فليتفضل مشكورا. مرحبا يا ابو معدي. الله يطول عمرك. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحمده الذي جل شانه تفضل فمنح القدره فمضت عليه الخطى هاديات الراسخه، ونصلي ونسلم على النبي المجتبى محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاه وتم التسليم. اللهم صل وسلم عليك رسول الله. بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك، من هذا المنبر ومن هذا الصرح اللي كل الناس يتابعونه، ومن هذا المنبر اللي جعل عيون العالم كل بهم ينظرون اليه، نقدم اجمل التهاني والتبريكات لسمو سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز، والى ولي العهد قائد الشباب وقائد النهضه محمد بن سلمان، وإلى سمو سيدي وزير الداخلية. نسأل الله أن الله يجعل أيامنا وإياكم أفراح ومسرات، وأن الله يتم علينا وعليكم الأمن والأمان، وأن يجعل لنا ولكم إن شاء الله في كل خطوة نخطيها حسنة. أنا سأل وأدعيه. نقدم شكر خاص لأبونا الشيخ إبراهيم الحسين على ما يقدمه على ما يقدمه لشباب هذا الوطن من انتهاض للمواهب ومن احتوائهم. نسأل الله أن الله يواجرك يا أبو صالح، وأن الله يطول في عمرك، وأن الله يكثر من أشكالك. باسمي وباسم نسخة برنامج مراجل أخواني، اجعل ربي يطول عمارهم، نقدم تهنئة لجميع المشاهدين والمشاهدات من جميع أنحاء العالم، ونقول الله يجعلنا عند حسن ظنكم، والله يعيدها علينا وعليكم في حال طيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. بيض الله وجهك وجمل الله حالك يا أبو معدي. من دولة الكويت أخوي الغالي حمد المهان، فليتفضل مشكورا. مرحبا يا أبو حسين. يا هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أبارك لدولة الكويت حكومة وشعبا بعيد الفطر المبارك، وللمملكة العربية السعودية ولجمهور قناة الواقع، ونسأل الله أن يعيد علينا العيد المبارك وأنتم بصحة وسلامة. ثانيا واعد جمهوري العزيز أن أقدم الأداء الطيب اللي يرضيكم وينال على إعجابكم، وأتمنى التوفيق لي ولزملائي. كفو. وشكرا. كفو كفو يا أبو حسين. وننتقل من دولة الكويت إلى دولة عمان عند عبد الله اليابري، فليتفضل مشكورا. نعم، بحالكم، الله يطول عمرك. مرحبا مرحبا يا اليابي. مزود يا مرحبا والله يا ابو عبد الرحمن. حيا الله العمان. عادتك مبدع ومتالق، يعني فداك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميع اخواني المتسابقين ومن يتابعنا من خلف الشاشات. يعلى العيد ان شاء الله يعود علينا، ولا فاقدين ولا موجودين ان شاء الله، ويعلى يتم عليكم الصحه والعافيه من هذا المكان ومن هذه الشاشه العظيمه اللي يتابع كثير من الناس. نبارك ونهني سلطنة عمان حكومة وشعبا بهذا العيد المبارك، وعسى الله يدوم الأمن والأمان في دول الخليج كافة، وكذلك نبارك للشعب السعودي حكومة وشعبا، عسى الله يوفقهم إن شاء الله فما يحبها الله ويرضاه. تحياتنا لكم. جزاك الله خير وبيض وجهك. خير من يمثل عمان يا عبد الله اليابري. الله يطول عمرك. في المنابر الشعرية ننتقل لأبيات يلقيها زياد بن شريف، فليتفضل مشكورا. مرحبا يا ابو خالد. مرحبا يا ابو خالد. مرحبا فارس النسخة. الله يبيض وجهك يا ابو عبد الرحمن. وجهك يا حبيبي. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونقول لكم الف مبروك حلول هذا الشهر الكريم اللي هو العيد الاضحى عيد الفطر. والله هي بيض وجهك يا عبد الرحمن، لانت ولا القناه ولا ابونا الحسين. وجهك ابيض. وعندي ابيات بسيطه. سم. يقول: كل عام وعيدكم يا اهل الواقع بخير، جيت اعيدكم واسلم وانا راعي محل، وعاد عيد اهل المراجل اهل الشان الكبير، كل نجم منهم يشابله كوكب زحل. يا سلام يا سلام. يا سلام، صح لسانك يا بن شري. كل نجم منكم يشابه كوكب زحل، يا سلام. ننتقل للشاعر الكبير مبارك الصخيل، فليتفضل مشكورا. مرحبا يا ابو مسفر، بعد عيدك يا ابو مسفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نقدم تهنئة وشكر. الأولى تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ونقول من العايدين وكل عام وأنتم بخير والمملكة في ذراكم. ونقدم شكر وتهنئة لأبونا الشيخ إبراهيم بن صالح الحسين، يستاهل، وجميع الطاقم على قناة الواقع. ونقول شرد أفكاري من الهزلة جفولة، ما ترب إلا الجزيل من الفرايد، شاعر محد من الشعار حوله بالبيوت اللي من أفكاري شرايد. يا قناة الواقع اسمك من يطوله، فوزك الدايم على غيرك عوايد، والدليل أن المراجل والرجولة في برامج واقعك واضح وسايد. جوكم رجال يشيلون أرض البطولة، ساقوا وضعون الركايف الشدايد، ونوخوا في دار من يحمى فعوله قوله اللي بالشريعة والعوايد، سيدي سلمان فعله قبل قوله. سيدي سلمان فعله قبل قوله، الملك اللي بحكمه ما يحايد، وسيدي ولي عهده حي زوله. سلام. وسيدي ولي عهده حي زوله، يا محمد حن على شوفك نعايد، مملكتنا دعمها منه تنوله في ذراه الشعب من كل البدايد. سلامتكم. يا سلام يا سلام. بيض الله وجهك ابو مسفر، ابيات من شاعر جزل، وجمل الله حالك. ننتقل الى ريان بن بدر القمي، فليتفضل مشكورا. مرحبا يا ابو بدر. اول شيء امسي عليكم بالخير وعلى المشاهدين الكرام، واسوق التهاني لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين محمد بن سلمان، والله يعيده علينا وعليكم صحة وسلامة. يقول سلام الله على الواقع سلام يلفت الأنظار، سلام من تحتمي المواقف في ساعة الهية، وعايد بالتهاني والمعايد يشمل الحضار وجمهور المراجل المواقف البطولية. وسلامتكم والوطن لو نتكلم فيه منه لبكرة ما نوفيه الشعور ولا المشاعر تتلخبط فيه. وفي قصيدة للشاعر مبارك المطربان يقول للعبطار وللحرايب يا ولد سلمان طار، ولا دقة تطبول الحرايب ورثك الشيطانها، بعنا العمار والعنب اللي ما يبيعون العمار دون المليك ودون الديرة وحدانها، واللي جهل وش السعوديين قل له باختصار قوم مسرك حال من عدوه من عدوانها. بطح يديك يا ولد بطح يديك في الزبار، وقبل بطون يديك قبل تقبل أظهارها، وحنا عيال الشايبة اللي كل ما شان النهار يضرب عدوانه وهز اركانها. وسلامتكم. سلمت سلمت، جمال الله حالك. دائما تعجز الكلمات عن وصف الوطن، فالوطن هو جزء منك. ننتقل للمنشدين، منشدين النسخة. أول ما نبدأ فيه عندليب فؤاد بن عبد الله، فليتفضل مشكورا. مرحبا يا ابو عبد الله. الله يبقيك طول عمرك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. صراحه والله العظيم اني دورت ابيات، يعني الصدق اني ما دورت، لكن قلت اني يعني بطلع بابيات وزي كذا فلا حصلت، فبطربكم من عندي. يقول إيه أبد مريت بيتك ما لقيتك في المكان هناك، وتركت دموع عيني في طرف عينك، وداعية تهز قلوب صدر العاشق الولهان،
وداع فيه من صدق الحزن ما لا يبكيني ونادي يا فلان قرار رسائل طالبك يا فلان ولي في شف غرامك ويش سوى في شراييني سلامتكم. طبعا يا مرحبا الى كل من يشاهد هذه الشاشه نقول الله يعيد عيدكم وكل عام وانتم بخير، وابشركم باسمي وباسم اخوياي باذن الله ان الشهرين هذه مجهزين لها اشياء قويه، انتظرونا وتابعونا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متالق دائما وابدا يا ابو عبد الله. سالم بن معدي سمعت ان عنده ابيات وحاب يشاركنا في هذا المنبر، فليتفضل مشكورا. اول شيء الربع احنا في ليله عيد وتعاويد وفرحه تعم العرب كل ابوهم. الرجال اللي يثني على دينه ومليكه ووطنه ما له فضل. هذه الثلاث الاشياء اللي دونها الرجال يطيح ويقوم. فيها ابيات مسويها جدي الله يرحمه علي بن معدي السريعي. الله يرحمه. في صاحبه الامير خالد الفيصل يوم كان امير منطقه عسير وهو يثني عليه ويثني على مؤسس هذه البلاد. وانا بعطيكم الابيات طويله وانا بعطيكم اللي يحفظ منها. يقول اول جوابي طلبت الله بديه اللي لمن اراد شيء يكون كان سلام من عندي سلام وتحيه اعداد من صلى الفرائض والايمان مثنيه من عندي عليها تحيه لزعيم المنطقه الطير حوران جعلت اعظامك في الجنان الرضيه في جنه الفردوس جنات عدنان ما شفت مثلك يا سهوم المنية دين مع دنيا وتوحيد وإيمان هبت الجنوب اليوم بنت صبية وغنى الزهر بين القرايا والأوطان يلا يا مشي خيال الرفية يا فرد يا معبود يا عالم الشان عز الملك والمملكة والرعية واحفظ ملوك نمنا وكل الأوطان عيال عودة عز الملك والمملكة والرعية واحفظ ملوك نمنا وكل الاوطان عيال عودة اللي علومه وفية عبد العزيز اللي نصر دينه ليمان وارواحنا ترهالكم هدية اللي صار يوم من قد فيه الجو دخان جت القصيدة من السريعي هدية والمعذرة من قلها ياك حلا. سلام يا سلام سلامتكم جميع. سلام ونعم ونعم يا ابو معدي وجمال الله حالك. ننتقل الى سلطان بن دغيم. ونعم عليك مزود. حياك الله يا ابو دغيم على برفيق السفر ورفيق الدرب. كل ميوت. اول شيء السلام عليكم جميع. اهني الشعب السعودي واهني قناه الواقع على العيد الفطر المبارك. عندي ابيات عتب اقول على اجيب العتب يا ابو دغيم. اقول تعال صارحني وعلمني ايش جاك. لازم صوت 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 ابو دغيم صوت شلها والله اني ما لحنت انا بحاول فيها. تعال صارحني وعلمني ايش جاك خلى الغياب اللي بالاياس بايب طلع الفرق وعذب القلب فرقك راح العمر وانت عن العين غايب احرمتني يا زين شوفك ولامك شبيت من صدك من صدري شبايب خليتني بين العواذل وطرياك بين الهموم وبين كبر المصايب ميس من وصالك وكره لفرقك كره المفارق
كثر قدر الحبايب أحاول أنسى لكن أزريت لنساك أكذب وأقول إني عن الحب تايب إلى متى برجي رجوعك ولقياك صديت عني كأن مالك حبايب تعال عايدني وش العيد لولاك العيد قرب وانت للحين غايب. سلام سلام تمر الله حالك وطيب وزير الله وجهك مبدع ومتعلق دائما. في ختام مشاركاتنا حاب في ختام المشاركات حاب نختمها ونكون ختامها مسك مع مسر بالرميثة فليتفضل مشكورة. مرحبا مرحبا تسلمون موصيني عليك أنس أنس المليون. إيه أوه أنا أنس لأن مسوي له حاجة خطأ معي.